ترخيما يحذف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة وجوزنه مطلقا في كل ما والنث بالها والذي قد رخم بحذفها وفره بعد وحظلا ترخيما ما من هذه لها قد خلا إلى الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم ومع الآخر يحذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخوف في وإن وياء بهما فتحنق في والعجز يحذف من مركب وقل ترخيم جملة ولا عمر نقل وإن ويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف وجاهه إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير وضعا تمما فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وللطلاء رخم دون نداء ما للنداء يصح نحو أحمد. الترخيم الترقيق لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر وفي الاصطلاح هو حذف آخر الكلمة وفق قواعد مخصوصة. قال ترخيما لأجل الترخيم قالوا مفعول لأجله ترخيما يحذف آخر المنادى تنادي امرأة اسمها سعاد تقول يا سعاء تنادي جعفر تقول يا جعفا تنادي صالح تقول يا صالي ولا زاد في بعض الجهتان أخبرني بعض إخوتنا في صعيد مصر أنهم يقولون يا محمد بهذا الشكل في محمد وهو من أبحاث النداء لا يأتي إلا في النداء وسيأتي ما فيه ترخيما نحرك يا سعى في من دعا سعى وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بلا كل اسم مختوم بلا يجوز ترخيمه سواء كان على حرفين كقولك في هبة امرأة اسمها هبة ورجل تقول يا هبة بحذف التاء حذف الهاء ذبة تقول يا ذبة وتقول في فاطمة يا فاطمة واضح؟ لم أسمعك ولو مذكر لا فرق كل اسم مختوم بها رخمه أنا أقول وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بها والذي قد رخم بحذفها وفره الاسم المختوم بالها إذا رخمته لا تحذف إلا الها لا تحذف غيرها هناك أسماء تحذف آخرها وما قبله كعثمان هذه لا تحذف منها إلا الحرف الأخير كما لو كانت عندك امرأة اسمها عقنبات أنثى العقاب تقول يا عقنبة تحذف التاء فقط لا الألف واضح وحظولا ترخيما ما من هذه الخصلة الاسم الخالي من هذه الهاء لا يرخم إلا بشروط أربعة إلا الرباعية لا بد أن يكون رباعيا لا يرخم زيد ولا عمر وقال بعضهم يرخم حكم مما تحرك وسطه وليس معتمدا هذا لا تقول يا عمر ماذا بقي من الكلمة عم لا يقال هذا إلا الرباعية كجعفر وخالد فما فوق العلم لا بد أن يكون علما لا ترخم غلام غلام ليس علما إلا على لغة إخواننا المسلمين في الهند يسمون الرجل غلاما هو بلغتهم علم تصل تقول يا غلا بحذف الميم والألف يا غلا فقط لا تحذف الميم فقط فما فوق العلم دون إضافة لا يكون مضافا لا ترخم غلا يا غلام زيد لا ترخيم فيها لماذا زيد لم تناديه ناديت الغلام وها وغلام لا تستطيع أن ترخمه الحذف لا يكون في الحشو يكون في الآخر واضح العلم دون إضافة وإسناد متم كذلك لا يكون مسندا وسوف يأتي عليه الاستثناء الإسناد كشاب قرناها برق نحره تأبط شرا هذا كله على رأيه لا يرخم وسوف يأتي ما فيه واضح دون إضافة وإسناد متم قال رحمه الله هذا نوع من الترخيم النوع الأول هو حذف حرف واحد النوع الثاني أن تحذف الحرف الأخير وما قبلها الثالث أن تحذف كلمة برأسها وسوف يكون قال ومع على آخر يحذف الذي تلاه إن زيد إذا كان زائدا أربعة شروط إن كان زائدا ولينا وساكنا ومكملا أربعة فصاعدا فتقول في منصور يا منصور تحذف الراء والواو الواو واقعة رابعة الواو زائدة الواقع الواو لين الواو ساكن فلا ترخم قمطر لا ترخم إلا بحذف حتى تقول يا قمط الطاء واقعة رابعة لكنها ليست لين قنور هبيخ الرابع قنور نوع من الطيور
هبيخ الغلام الممتلئ لين لكنه ليس ساكنا، تقول يا هبي ويا قنوة. كيف تقول في تضخيم سعي؟ يا سعي، عماد يا عما، ثمود يا ثمو، لأن حرف اللين وقع ثالثا. واضح؟ نقول ومع الآخر يحذف الذي تلاه إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. والخلف في واو ويا فيه ما فتنقه واو ويا وقع رابع في المرتبة الرابعة، لكن قبلهما حركة غير مجانسة وهي الفتحة، اختلفوا فيه. لو ناديت فرعون هل تقول فرعون أو تقول يا فرع بحرف النون والواو؟ وكذلك غرنيق، غرنيق هل تقول غرني بحرف القاف فقط أو تحذف القاف والياء؟ أنا قوله وخوف ياء وياء بهما فتنقه يقرأ. النوع الثالث العجل زحفه من مركب. سيبوي رحمه الله في هذا الباب قال المركب تركيب إسناد لا يرخم، وهو قوله دون إضافة وإسناد متم، هو هنا نقض نفسه. قالوا سيبويه منع في باب الترخيم أن يرخم المركب تركيبا مزيا، لكنه جاء في باب النسب قال إذا نسبت إلى ما ركب تركيب إضافة حذفت آخره، فتقول في النسب إلى برق نحوه برقي تماما كما ترخيم فتقول يا برق. سيبويه ناقض نفسه، جمع بين قولي سيبويه بأن المركب تركيب إسناد يرخم لكن ترخيمه قليل. فهمت؟ في ذاك عليه غبار. هو بدأ قبل هذا قال دون إضافة وإسناد، أي أن المركب تركيبا إضافيا لا يرخم والمركب تركيبا إسناديا لا يرخم. جاء هنا وقال والعجل زحف من مركب، احذف آخر المركب تركيبا إسناديا برق نحره. نعم المركب المزي، هاي المركب الإسنادي المزي بارك الله فيك، والإسنادي سوف يأتي ما فيه، سوف يأتيك على كل حال. نفسه تقول في بعل بك يا بعل، وفي حضر موت يا حضر، ها صحيح. والعجز من مركب تركيبا مزيا، وقل ترخيم جملة وهو الذي كنت أتكلم عنه، الجملة اللي هو المركب الإسنادي قال قل ترخيمه، فتقول في برق نحو يا برق، مع أنه قبل هذا قال دون إضافة وإسناد متم، منعه في الأول وأجازه هنا. قالوا منعه تبعا لسيبويه، منع ترخيم المركب تركيبا إسناديا، ولكنه جاء في النسب وقال إذا نسبت المركب تركيبا إسناديا حذفت آخره، كما تنسب إلى برق نحو فتقول برقي تماما كما ترخمه وتقول يا برق بحذف آخره. واضح؟ فهمت؟ الحمد لله صحيح. أنا شرحتها قبل وقتها. هذا نقول وقال ترخيم جمع ويا عمرو النقل، نقله أين؟ نقله في باب النسب لا في هذا الباب.